تطلق نقابة المهندسين الأردنيين صندوق المسؤولية الاجتماعية ولجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس حملة أضحيتك طاعة لربك لتوزيع الأضاحي في الأردن وفي فلسطين الشقيقة. أدي أضحيتك الآن. خروف إسباني يوزع في الأردن وفي فلسطين بقيمة 89 ديناراً. حصة من عجل هندي يوزع في الأردن وفي فلسطين بقيمة 83 ديناراً. شاركنا بالتبرع عبر التبرع مباشرة في صناديق نقابة المهندسين الأردنيين في كافة فروع النقابة في محافظات المملكة. الإيداع البنكي لحساب رقم 25145 البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني. أضحيتك طاعة لربك، نقابة المهندسين الأردنيين.